سمعت انه هواي معدكم عندهم امتحانات وقررت اسلكم فيديو على كل انواع الطلاب اللي يطلعون الامتحانات. كل ناس متخرجين اللي اعرفهم مشتاقين لكل انواع الناس اللي يطلعون من امتحان، واذا انتم بعدكم متخرجين راح تشتاقون لكل انواع الناس اللي يطلعون الامتحان. خلي امثلكم اياها على الستيج. ها شو تقول؟ اي اسئله صعبه اكو بيها سهله، يعني انا جاوبت الحمد لله. نشوف ان شاء الله خير. لك هلا اليوم شقيتهم بالنص. المعلم ما راح يعرف شو يصحح ورقتي، اصلا ماكو اي شيء يصحح، واتحدى اي واحد اقوى من عندي بدرس التاريخ. كان امتحان حساب؟ هلا اي زين، كان امتحان زين، ما اعرف والله كلش خايف، بس انا جاوبت كل شيء صح، بس بعد ما اعرف يعني المشكلة اذا جبت 9 من 10 يعني بابا يقتلني، ما ادري. ها شو تقول؟ ناجح راسب؟ انا ما اقدر اعطيك جواب حصري، لان تعرف اليوم انا ما متاكد من القرار اللي راح اعطيه لك، هل انا ناجح هل انا راسب؟ هذا الجواب كلش صعب بالنسبة لي، لان اللي صار جوا بهاي الغرفة وعلى هاي الورقة مال الامتحان صعب انه يفسر، فانا اليوم مو بامكاني ومو بقدراتي انه اكد لك بمعلومة هل انا ناجح او هل انا راسب. شباب شنو الامتحان؟ بس قولوا لي شنو رايكم بالامتحان؟ سهل صح؟ انا ما ادري، انا بعد يوم مستوعب شنو صار جوا، والله ما ادري شلون كان متكم قبل الامتحان؟ ورا الامتحان ايش سويتوا؟ وين نروح ناكل؟ شنو الاجوبه بعدين نحكي بها مو مشكله. حبايب بس حبيت اقول لكم انه هاي السنه همين راسب وبعدني محافظ على اللقب. يلا شباب وين ناكل؟ الامتحان؟ يعني ما كنت كلش مركز لان كنت كلش جوعان. لا ما راجعت قبل امتحان، انا كنت اكل. هسه وين ناكل؟ النجاح يعني السيطرة، يعني الاستقرار، يعني الامتحان الموفق، يعني السنة الجاية انا وياكم. طبعا ناجح. النساء يحبلن اطفال وانا احبل الاجوبة. طرا طا طا طرا. عمي دفكني يا امتحان، هي هاي وضعية؟ هو هذا التبريد حاط لنا اياه؟ زين الصوت سمعنا، الهواء وين؟ زين الميز هو هذا ميز بس اكتب لي كلمتين الاحتكاك ويا جلدي يدقب النار؟ زين انت شايف طالب قاعد يمك يتنفس؟ لا والمعلمة تمشي بين الرحلات بالكعب، اي اوديك السيفورة؟ ها بشروا شباب، انا شفتكم متوترين وشويه متلخبطين، ترى هذا الاسلوب انا مو كلش فهمته، انا اخذ هذا الامتحان كاندفاع انه اليوم انا جاي ادرس شيء جديد، بدي اطور نفسي، اكو ناس يختبروني ويوقعون على هذا النجاح، على مود انا اليوم من الايام تكون عندي اموال عديده على مود اشتري شركه جوجل، اخذوا هذا كاندفاع، لا تتفنطزون براسي. يا مال انجليزي ولكم والله بصير فلاح، يعني من ازرع الزرعه راح اقول لها اي لوف يو وتطلع هي غير الشمس والمي. هاي سنة الامتحان كان كلش صعب. أنا المعلم؟ مروان طلعت أنا المعلم. ها شباب شنو الفيلم؟ طول هاي سنة الامتحان مو؟ لا أنا مو بصفكم، أنا أبو الكهربائيات، انتظر طلعوا من الصف حتى أصلح لي جلابات. لا كل شيء ما حليت. الامتحان كله عيني عليها، شو تسوي؟ شلون تتحرك؟ شلون تتنفس؟ المنت باوع. نص الامتحان طلبت مساحة من زميلها، جت لك كتلة. شباب بس واحد من عندكم اريده بس يقول لي بارحة كنا يا يوم 17، يعني اليوم 18، قضيت الامتحان كله دور على التاريخ. شباب ما توفقت هاي السنة، الامتحان كله كنت واقف بأول سؤال، مشكلة أنا كنت أنتظر صديقي يعطيني القلم مالته، على ما هو اعطاني القلم مالته كنت لازم أرجع المسطرة كنت ماخذها من اللي ورايا، فمن رجعت أطلبها من عنده القلم وقع، من نزلت آخذ القلم شفت مساحة، قلت خل آخذها جوز تفيدني للسؤال اللي ورا، فقلت ما دام ذني بإيدي خل أستغل الوقت، حطيت المساحة بنهاية المسطرة وقمت أطير فيها شوية، أنتظر القلم يجيني. سجلت الامتحان كله لا اخويا باكر عند نفسي انت المدير.
شباب اسف بس الامتحان كله بدي انتبه عليكم. اتصور انتوا جداد بالصف؟ ها لا لان اول مره اشوفكم يعني ما متعود انه اشوفكم فجاه هسه انتوا وياي وتمتحنون. والمعلمه جديده؟ مو جديده؟ والله اول مره اشوف. زين الممر مغيرين ديزاين مالته مو حلو مسوي؟ لا ما مغيري ابد. ها والساحه وال ها انا متخرج قبل 20 سنه. جاوبت ونجحت وراح ابقى اجاوب وانجح طول عمري، لان حتى لو يوم من الايام صرت يوتيوبر راح اصير يوتيوبر ذكي.